صراحة رح نروح لأولى فقراتنا. ومثل ما بنعرف يعني مع التطور الجديد بالتكنولوجيا اللي أطفت طبعا على كل شيء موجود بحياتنا لمسة خاصة منا، فمثل ما كنا متعودين سابقا على الإعلانات الطرقية أو الإعلانات المتلفزة أو حتى إعلانات الراديو هي كانت الطريقة الوحيدة لوصول الدعاية للمستهلك، اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع الإنترنت أيضا تمتلك خاصية الإعلانات المختلفة شكلا ومضمونا. أكيد مع هذا التطور الكبير ما فينا نكون بمعزل عن التطور بمجال التسويق وخاصة بمجال الإعلانات. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اللي صارت مثل ما منقول منفذ للعالم على كافة المجالات، ويمكن سرعة وصوله عم بتكون بشكل أكبر. شو هي الدلالات وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وشو هي الوسائل الفعالة بالإعلانات؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع السيدة نرمين محمود، خبيرة متخصصة في مجال التسويق بصناعة المحتوى. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم قلنا بالبداية أنه في فروق كبيرة بين الإعلانات التقليدية إن كانت الطرقية وما إلى ذلك والإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا بالأول نميز بين هاي الفروق للناس. تمام. هلأ ضروري قبل نسأل حالنا سؤال، أنه بوقت اللي عم تطغى فيه وسائل التواصل الاجتماعي وانتشاره، هل ما زالت الإعلانات الطرقية بتحتفظ بنفس المكانة اللي كانت تحتفظ فيها من قبل؟ يعني مثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمة كانت هي أحد وسائل التسويق الأساسية يلي تعتمدها الشركات. هلأ أنها محتفظة بنفس المكانة، فاليوم لا، شفنا في شيء اسمه سوشيال ميديا وإنترنت طلع على السطح، يمكن هو بوازية مثلا بالقوة أو الانتشار، وهو منافس من حيث الوصول، هو أسهل. يعني اليوم مو أي حدا بيقدر يعمل إعلان طرقي، بس إمكانية أنك أنت تعملي صفحة على السوشيال ميديا وإعلان هي أسهل بكتير. فاليوم أي في منافس قوي اسمه السوشيال ميديا، بس هل هي، طيب السؤال أنه هل هي محتفظة بنفس الأهمية اللي كانت محتفظة فيها من قبل؟ هون الجواب أنه للأسف لا، لأنه يعني التغييرات اللي صارت فرضت السوشيال ميديا، واليوم إذا ما قدرت الإعلانات الطرقية تكون up to date مع التطورات اللي عم بتصير هلأ، فهي رح تخسر مكانتها. شو هي بحاجة هي الإعلانات الطرقية لحتى نحن فعلا نطورها ونكون عم نوازي سرعة الزمن وهي التغيرات اللي هي كتير كبيرة؟ تمام. هلأ اليوم الإعلانات الطرقية مثل ما قلت إذا ما كانت up to date مع الشغلات اللي عم بتصير هلأ، فهي رح تخسر مكانتها مثل أي شيء اليوم خسر حصته بالسوق أو شيء. مثلا اليوم الجينيريشن زد مثل ما نحن بنسميه بالتسويق، او هو جيل الالفينات فما فوق، هو بيتاثر اكثر بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب انا اذا بدي استهدفه طرقيا شو ممكن اضيف عليه لحتى اقدر اثر بهيدا الشريحه؟ ممكن انا يكون ضمن اعلاني الطرقي ببساطه استخدم ناس مؤثرين. هي الحركه شفناها مثلا باعلان بونو اللي مرق من فتره، كانوا مستخدمين ضمن الاعلان كان في وجود لماسق نوع سليمان العاجب. فهيك أنا كنت عم بستخدم وسيلة تقليدية، بس بنفس الوقت أنا مع التغيرات اللي صارت أنا أضفت إلها المؤثرين يلي هنن إلهم دور بارز اليوم على السوشيال ميديا، فهي واحدة من الطرق. مثلا كمان طيب خلينا نحكي اليوم يعني الإعلانات الطرقية كمان مثل لما بنقارن بين الصحافة التقليدية والصحافة الإلكترونية، هي إلى مريدينا وهي إلى مريدينا. اليوم الشارع موجود، يعني في ناس بجوز ما عندها موبايل وبجوز ما بتفتح انترنت كتير، في فئة عمرية ما أنا ناشطة اليوم على السوشيال ميديا مثل ما هي ناشطة على بالشارع مثلا. تماماً. بيستهدفها الإعلان الطرقي. تمام. ما فينا نقول إنه واحد بيلغي واحد، بس شو مميزات، خلينا نقول مميزات الإعلان التسويق عبر الإنترنت. تمام. من حيث التكلفة وما إلى ذلك يعني. إيه هي لنقدر نفهم المميزات تماما إحنا لازم نعرف الفروقات الأساسية بينهم. واحدة من أهم الفروقات بين الطرقي والسوشيال ميديا هي الكوست. يعني اليوم التكلفة ما بين إنك تعملي إعلان طرقي في سوشيال ميديا كتير كبيرة مقارنة بالسوشيال ميديا، ودائما بنقول إنه بكلفة صفر أنت قادرة اليوم تفتحي صفحة وحتى بدون ما تعملي إعلانات بالاعتماد على الطرق
الطرق التسويقية الأورجانيك بالمحتوى، أنك تفهمي خوارزميات المنصات، وشفنا هيك حالات أنه أنت قادرة توصلي لشريحتك المستهدفة. مقارنة بالإعلانات الطرقية لا، يعني وحتى في شغلة بالإعلانات الطرقية أنت لحتى تقدري تنزلي بإعلان طرقي بحاجة تاخدي موافقة من المؤسسة العامة للإعلان، موافقة من المؤسسة العامة للإعلان يعني لازم يكون في عندك تراخيص وأوراق رسمية وما إلى هنالك. اليوم مو كل المشاريع، يعني كثير في مشاريع هي سمول بزنس أصلا وهي ما عندها كل هي الأوراق الرسمية لحتى نقول، فهذا هو الفرق الثاني اللي هو الوصول. هون ما قصدي الانتشار وإنما إمكانية التنفيذ. اليوم الإعلانات الطرقية أنا مو أي شخص غير إذا كان شركة عنده كل أوراقه، شركة كبيرة بحجم فبقدر، وهي كمان بتعطي ميزة للإعلانات الطرقية اللي هي الأوثوريتي أو المصداقية، بما أنه ما حدا بيقدر اليوم مو الكل قدران يوصل للإعلانات الطرقية، فأنا لما بشوف إعلان طرقي لشركة فهذا بيعني أنه هي شركة كبيرة ضخمة عند المقر تبعها عند الموظفين تبعها، فكمان هاي نقطة. ومن الشغلات اللي كمان بتفرق بالإعلانات الطرقية والسوشيال ميديا اليوم هي يمكن دائما هي ميزة وسلبية بنفس الوقت. يعني مثلا دائما بنقول انه سلبية الإعلانات الطرقية هي انه الجمهور بيستهدفه كتير واسع، بس هي كمان فيك تاخديها ميزة انه انت توصلي لشريحة اكبر، على عكس السوشيال ميديا اليوم يلي كتير بتخصص، يعني دائما انت قدرانة توصلي لجمهور الجمهور على اصغر دائرة. في كتير اوبشنز اليوم بالسوشيال ميديا يمكن هي ما أنا موجودة عنا بسوريا بالإعلانات المدفوعة يلي قدراني مثلا تحددي فيها أنه أنت بدك سيدات فقط، لا ما بديهم المتزوجات المطلقات اللي عندهم مثلا بس ابن واحد، فأنا قدراني هالقد ضيق الشريحة واستهدف بدقة. فهي يعني كشرح سريع للفروقات بين الاثنين. هلأ إذا بدنا نحكي أنه هل وحدة لغت دور الثاني، لا خلينا نقول أنه نحن بحاجة نشوف طالما في بجت تسويقية وقدراني حقق تكامل بين كل الأدوات المتاحة عندي فواي نوت. يعني دائما نقول مثلا أنا عندي LBC التارجت تبعها لنقول 1000 شخص. اليوم مثلا إذا أنا عملت إعلان على الفيسبوك بيأمل لي وصول مثلا ل200، إنستغرام وصلت ل400، مثلا نزلت على الأرض وصلت ل600، عملت طرقي وصلت لكل الألف. فهي انت لما بتعملي هيدا التكامل فانت اذا حدا هر منك مثلا ما وصلتي له على السوشيال ميديا فانت بتوصلي له ببقيه الطرق. هي القصه وين شفناها بحمله ليكسي، كانت يمكن بلشت فيها بشهر 9 قبل موسم المدارس بشوي، يمكن كانت عامله حمله اعلان عن الحقائب. فكانت هي المكان مثلا اللي مختارته بالإعلان هو البرامكي اللي هو مثلا نقطة بوسط البلد وكل الأشخاص بتوصلها، الوقت اللي اختارته كتير مثالي قبل موسم المدارس بشوي. ودائما نقول بالإعلانات نحن إذا ما فيك تقدري بنفس اليوم تبلشي، يعني مثلا إذا أنا عندي حفلة بعيد الحب مثلا أعلنت لها بيوم 14 وبيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، فبدي يكون في عندي هاد إنك أنت تختاري تطلعي بالوقت الصح. والحلو اللي كان بليكسي هو التكامل، يعني مثلا كتير اي مكتبه تفوتي عليها تلاقي فيه حقائب ليكسي بنفس الوقت. يعني بتذكر كنت وحتى انا ماني مشتركه بصفحه ليكسي، يعني فتحت انستغرام لقيت مؤثر عم يعلن عن الهي، فتحت فيسبوك لقيت فيه اعلان للصفحه. فخلينا نرجع لورا ونشوف مثلا اعتبر حالي سيده عندها طفل وبدها تشتري له حقيبه يعني او شنطه، فانا حدا تعرض للاعلان بالطريق، شاف اعلان مره على الانستغرام، شافه مره على الفيسبوك، نزلت بالمكتبه شفت انه في عندي كذا خيار بس انا رحت اخترت ليكسي. يمكن نحن كاشخاص عاديين بغض النظر عن المنتج، خلينا نقول نحن بغض النظر عن نوع المنتج واسمه التجاري، لكن خلينا نقول بطريقة تانية إنه نحن يمكن إذا كثفنا على الإعلان وشملنا أنواع متعددة من الإعلان ممكن هون الزبون إذا بدنا نقول أو المتلقي يلفت نظره هي الكثافة ويقتني هذا المنتج. تمام. بما أنه هذا الشيء موجود، شو هي أساسيات ونجاح الدعاية الإعلانية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى وثانيا الإعلانات الطرقية؟ تمام، هو الأمانة كنت عم حاول أعطي كيس ستدي أو شغلات لحتى نقدر نوصل الفكرة أكثر.
هلا شو المقومات؟ هي دائما واول خطوه وين ما رحتي بالتسويق حيقولوا لك انه انت تحددي جمهورك المستهدف، سواء كنت رايحه سوشيال ميديا طرقي تقليدي، رايحه سيلز او شو ما كان، يعني دائما حتلفي وترجعي حيقولوا لك درسي شريحتك المستهدفه اكثر، لانه هي حتساعدك تعرفي وين هم متواجدين، شو اكثر الكلمات اللي بيستخدموها، شو الشغلات اللي بفضلوها، فانت قدرانه تعملي اعلان هو ياثر بهدول الناس. اذا بدنا نحكي طرقي اكثر، فاكثر شيء مهم انك انت تشوفي شو اللوكيشن او شو هو الموقع اللي انا بده يكون، هل هو مزدحم، هل هو فيه مثلا انا بدي اعمل اعلان للجامعات، فممكن احط بيستهدف طلاب الجامعه فيكون اعلان طرقي قدام هاي الجامعات. كمان الوقت مثل ما قلت، يعني مثلا اعلان الحقائب لو طلع بالصيف ما كان حدا اهتم له مثل ما انه يكون هو يطلع قبل موسم عوده المدارس. وبيبقى في عوامل تانية لها علاقة بالتصميم والديزاين بحد ذاته، وبالكوبي الطبقة الموجودة. مثلا نحن لما بنحط منتج غالي الثمن بشكل كثير كبير بمنطقة شعبية، ممكن هون ما نحصد نجاح مثل إذا حطيناه بشوارع تانية ممكن تكون أعلى درجة. خلينا نقول تماما، هي نفسها بترجع لأنك تدرسي شريحتك المستهدفة، فهذا بيحدد لك وضع المادي هو كيف. فأنت بتقولي لا أنا هون بحطه بالمالكي ما بحطه بالبرامكي مثلا، لأنه هذا الشيء بيخليني أوصل لشريحتي المستهدفة. طيب خلينا كمان نحكي شوي ولو مقارنة هي سريعة. اليوم كمان تطور الإعلان الطرقي ببلدنا، يعني صرنا نشوف إعلانات فيديو ديجيتال، بعض الشاشات بتعرض فيديو، بعض أيضا الإعلانات صارت 3D، يعني بتستخدم مؤثرات تبين أنه هي الصورة عم يعني متحركة ما صورة ثابتة. وفي هذا الشيء خلينا نقول قد في فرق اليوم بين ما تكون شركة اللي عم تعلن عن منتج وبين ما يكون فعالية، لأنه كمان في فعاليات بتعتمد كتير على الإعلانات الطرقية أكثر ما تعتمد على السوشيال ميديا. نحكي الفرق أيمت أنا بستخدم هاد وأيمت بستخدم هاد. يمكن بالفعاليات هنا بيروحوا طرقي أكثر، لأنه صعب انه هيك مثلا تحقق كل الانتشار او الضجه اللي بدك اياها من اول واحد. تماما، وانك تفتحي صفحه على الفيسبوك وتقولي خلاص اكتفيت، ما انت مستهدفه شريحه كثير واسعه وهي الشريحه هي موجوده بالشارع، فبيكون الافضل انه هي تطلع بهيدا القصص. هلا اليوم يعني هي الاختلافات تبع انه اكيد في اعلانات الستاتيك اللي هي الثابته، في الاعلانات الديجيتال، برا سوريا في الاعلانات اللي كنتي عم تفضلي حضرتك ذكرتيها اسمع اعلانات CGI اللي هي بتعتمد على تاثيرات مرئيه و 3D. انت بتفكري يعني مثلا شفناها بدبي وقت فيلم باربي، انه في باربي عم تمشي بين البناء الابراج مو بنايات، فهي بتفكريها حقيقيه بس هي كلها هي صوره ما شيء واقعي. هلا هون يعني بما اني ذكرت هي القصه كنت كثير عم بحكي ايجابي اعلان طرقي. طيب في تحديات بتواجه الاعلان الطرقي اكيد، مثل هي مثلا انه شخص مارق سواء بسيارته او بالميكرو الى اخره، فانت الوقت كثير قليل معك لحتى تشدي انتباه هذا الشخص لحتى يطلع على الاعلان تبعك. هون بيرجع انه انت كثير لازم تشتغلي على تصميم ملفت يكون فيه مثلا الكلام ما فيك تسردي كثير، وهي كمان ممكن تكون انه من التحديات اللي بتواجهك. يعني ببوست السوشيال ميديا انا عندي المساحه لحتى اشرح كثير عن شركتي عن مين انا او الى اخره، بس بالاعلان الطرقي انت عندك تحدي تعبري عن نفسك يمكن بكلمتين او ثلاثه وتلفتي نظر هذا الشخص. كمان بالاعلانات الفيديو لسه التحدي اكبر واكبر، لانه انت ما بتكوني لحالك بهي شاشه العرض، لا بتكوني عم تتقاسمي الاعلان مع شركات ثانيه، فبيكون لسه التحدي اكبر انك انت تطالعي شيء عن جد ملفت يوقف عنده العالم وتنتبه له. إذا بدنا نسأل عن الثغرات أو بعض الأخطاء يمكن يلي ممكن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم بيعاني منها، شو ممكن تكون هي الثغرات؟ هل هي موجودة فعلا أو لا؟ إذا بدنا نقول نحن بمعزل عن أي صعوبة ممكن نلاقيها بالإعلانات الطرقية. يمكن بحس اكثر شغله انه اعلاناتنا اليوم ما انا كثير كاستمايزد او مخصصه حسب الناس اللي نحن بنستهدفهم، وبنشوفها كثير انه مثلا في ناس مشهورين بيعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاي حدا شو ما كان المنتج تبعه بيروح هو بيعلن عنه. بس الافضل نحن يعني قبل ما نعمل هذا الشيء ندرس هل محتوى هذا الشخص هو بيناسب الشيء اللي انا بدي اعمله وبيخدم فكره الشركه تبعي او المنتج تبعي ولا لا. وكمان في شغله بما انه هلا كثير دارجه قصه الاعلان عن طريق المشاهير او المؤثرين عن السوشيال ميديا، يمكن نحن بس بنطلع على هذا الشخص كم عنده فولورز، بس هو
اليوم لما شخص مؤثر بيعلن عن الشركة تبعك، فأنت بطريقة أو ما بتكون عم تتبنى آراء ونهج حياة هذا الشخص، فضروري نحن نشوف هل هو القيم اللي بيتبناها هي مناسبة لشركتي وبدي بدي أتبناها أنا كمان، ومثل ما قلت إني شوف هو عنده الشريحة اللي أنا بستهدفها واللي بدي إياها ولا لا كمان. أكيد يعني اليوم أخذنا فكرة هيك ونصائح مهمة جدا، نتمنى أكيد يكون الكل استفاد منها. بالختام نتشكرك لوجودك معنا، شكرا لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. أكيد كل الشكر لك وبقية نهار حلو.